تعرفوا معنا على فوائد عشبة المدينة العظيمة. عشبة المدينة هي شجيرات صغيرة معمرة يتراوح طولها ما بين سبعون إلى مائة سنتيمتر تنبت في أرض المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. ومن هنا سميت بعشبة المدينة. وتتميز هذه العشبة بأوراقها الخضراء وتعلوها أزهار صفراء اللون. كما أن لها طعمًا مرًا ورائحة ذكية عطرة تشبه رائحة جوز الهند. وإذا تم طحنها فإنها تصبح على شكل بودرة ذات لون أخضر فاتح وتعرف عشبة المدينة بأسماء أخرى كعشبة القشعة والعوار والعشبة الخضراء والقصة الهندي وعشبة النبي وفي ذلك ربط بين المدينة المنورة والنبي عليه الصلاة والسلام أهم فوائد عشبة المدينة تستخدم عشبة المدينة لدى العطارين لعلاج العديد من المشاكل والأمراض النسائية ويتناقل الناس فوائدها فيما بينهم بحكم تجاربهم الشخصيه ولكن علميا لا يوجد دراسات تؤكد او تنفي حقيقه ما يتناقله الناس عن فاعليه العشبه او فوائدها ولا زال الجدال قائما بين التاكيد على فوائدها والتحذير من استعمالها والجدير بالذكر عدم وجود اسم علمي للنبته حتى الان مما يؤكد عدم تصنيفها وعدم وجود دراسات اجريت عليها. بشكل عام يشاع بين الناس عن استخدام عشبه المدينه في علاج المشاكل التاليه: علاج مشكله تكيس المبيض وازاله الالياف والكتل الرحميه المخزنه في الرحم. تساعد عشبه المدينه على تنظيم الدوره الشهريه لدى النساء اللواتي يعانين من اضطراب موعد الدوره الشهريه. تساعد هذه العشبه على تنظيف الرحم من بقايا قطع الدم القديمه والمتحجرة في الرحم وتخليصه من الشوائب والبكتيريا والسوائل الضاره تساعد هذه العشبه على فتح الانسدادات في القنوات الرحميه وتنظيف بطانه الرحم خصوصا اذا كانت سميكه تساعد في حالات تعسر الحمل والعقم تستخدمه بعض النساء للمساعدة الطبيعية على إنزال الجنين الإجهاض المبكر، عوضًا عن اللجوء إلى إجراء عملية جراحية، ولذلك يُمنع تناول العشبة المدينة للأم الحامل لتجنب خطر الإجهاض أو حدوث تشوهات للجنين. تستخدمها النساء غالبًا في مرحلة النفاس أي ما بعد الولادة مباشرة لتطهير وتنظيف الرحم من بقايا الدم والشوائب والميكروبات العالقة. تستخدمها بعض النساء في حالات وفاة الجنين داخل الرحم حيث تحتاج المراه في هذه الحاله لتنظيف الرحم من بقايا الجنين والدم وغشاء الرحم وتستخدم هذه العشبه لهذه الغايه تستخدمها بعض النساء كوسيله لمنع الحمل في بعض الحالات النادره تساعد عشبه المدينه في علاج التهاب المفاصل والتخفيف من الامه وعلاج مشاكل الروماتيزم والم والم العانه تساعد في علاج التهاب الاوتار تساعد في التخفيف من حالات الإجهاض والتعب والإرهاق التي تصيب الرياضيين بعد إجراء التمارين الرياضية تفيد عشبة المدينة في علاج التهابات العينين وآلامها كيفية استخدام عشبة المدينة ملاحظة هامة قبل اللجوء لتناول عشبة المدينة يجب أن تتأكد السيدة من عدم وجود حمل وذلك لفعالية العشبة القوية في إحداث الإجهاض أو قتل الجنين لتنظيم الدورة الشهرية يتم تناول سف ملعقة واحدة يوميا من هذه العشبة منذ اليوم الأول من الدورة الشهرية وحتى اليوم الخامس وقد لا يظهر التحسن من المرة الأولى ويمكن تكرار العلاج لمدة ثلاث شهور متتالية أو زيادة الفترة حتى تنتظم الدورة بشكل تام. إذا يمكن تناولها لوحدها أو مع كوب من الحليب صباحا إضافة إلى ملعقة أخرى صغيرة قبل النوم مع شرب مشروب ساخن بعدها كالشوربة أو الشاي لتنظيف الرحم من الدم والاوساخ العالقه تؤخذ ملعقه من مطحون هذه العشبه بشكل يومي صباحا على معده فارغه ولمده خمسه ايام وتجدر الاشاره هنا الى ان المراه قد تلاحظ اثناء تناول هذه العشبه نزول دم الحيض بكثافة لأيام أو خروج قطع متجمدة من المهبل، لكن هذه الحالة تعتبر طبيعية ولا تستدعي القلق، لأنها تؤدي وظيفتها في إخراج المتراكم من الأوساخ والدم الفاسد القديم، وكلما كانت بطانة الرحم أسمك احتاجت المرأة إلى وقت إضافي لتنظيم رحمها، من جهة أخرى يحذر بعض المعالجين بالأعشاب من فعالية عشبة المدينة القوية على الرحم والمبايض فقد تتسبب بحدوث مشاكل صحية خطيرة عند تناول جرعة مفرطة منها او استعمالها بطريقة خاطئة او لمدة طويلة اذا استفدت من هذه المعلومات يسعدنا اشتراكك في القناة ولا تنسى الاشتراك في القناة الاحتياطية